نبقى في إسبانيا لكن مع صحيفة ديارو جول التي سلطت الضوء على مخططات الفرنسي زينين زيدان مدرب ريال مدريد من أجل إيجاد بديل لمواطنه كيليان مبابي مهاجم موناكو. وكتبت الصحيفة أن زيدان طلب منذ أسبوع مضى من إدارة النادي الملكي التوقيع مع البلجيكي إيدن هازار صانع ألعاب تشيلسي وإلغاء فكرة ضم كيليان مبابي من موناكو. وأوضحت ديارو جول أن زيدان معجب بما قدمه هازار الموسم الماضي مع تشيلسي ويسعى للحصول على خدماته، حيث يرى أن انضمام مبابي للفريق أصبح صعبا خلال الفترة المقبلة. نتحول إلى إنجلترا الآن، حيث واجه الفرنسي أرسن فانجير بالنفي كل الأخبار التي راجت حول أنباء انضمام مواطني أوليفيي جيرو إلى ويست هام. وقال فانجير في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور أن أوليفيي جيرو يحب المنافسة وأنه كمدرب يرغب في تواجده دائما، مضيفا أنه لاعب يقاتل دائما ويركز على أهدافه ويسعى لتقديم أفضل ما لديه، وظهر ذلك بصورة واضحة في الجولة الآسيوية. وأكد فانجر استمرار أوليفيي جيرو مع أرسنال نافيا شائعات رحيله التي انتشرت مؤخرا. وأشارت ميرور إلى أنه رغم رغبة فانجر في استمرار جيرو مع الجانرز، فإن الدولي الفرنسي يحتاج أيضا للمشاركة بصورة أساسية خلال الموسم المقبل لضمان استدعائه لتمثيل بلاده في مونديال روسيا 2018. إلى إيطاليا، حيث عاد اللاعب أنطونيو كاسانو ليتصدر عناوين الصحف بعدما تقدم مدير أعماله بطلب لإدارة نادي فيرونا لفسخ عقد موكله بعد أسبوعين تقريبا من انضمامه للفريق. وبهذه الخطوة التي أقدم عليها كاسانو ترى لجازيتا دولو سبورت أن مصير اللاعب بات مجهولا وسط تأكيدات بأنه لا ينوي اعتزال كرة القدم. الصحيفة أضافت أن نادي فيرونا منح فرصة للنجم الإيطالي الذي لم يلعب تقريبا على مدى عام ونصف أي مباراة للعودة من جديد إلى الملعب.